نتحول الآن مشاهدينا الكرام إلى أخبارنا الاقتصادية، نتابعها مع ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا ريهام، شكرا نهى، وننتقل معكم الآن لمتابعة آخر وأهم الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. حقق قطاع الصناعة والتجارة تطوراً ملموساً خلال 9 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأولت الدولة اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلة التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. هذا وتمتلك مصر جميع المقومات الصناعية التي تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً، حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023-2024. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة بنسبة 30.4% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة ب 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023. كما زادت المخصصات المالية لقطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي بالموازنة الجديدة بنسبة 24.3% لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه مقارنة ب 476.1 مليار جنيه خلال العام السابق. وكذلك ارتفعت المخصصات المالية للبحث العلمي بالموازنة الجديدة بنسبة 17.5% لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه مقارنة ب 84.8 مليار جنيه خلال العام السابق. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصداراً جديداً خاصاً بالشؤون الأفريقية تحت عنوان مجلة اتجاهات أفريقية، بهدف خلق قاعدة معلوماتية من جانب الأفارقة طبقاً لرؤيتهم حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في أفريقيا وفرص التعاون المشترك بين الدول الأفريقية. وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى حالة الطاقة في أفريقيا والاستثمارات الحكومية الأفريقية في قطاع الطاقة، مؤكدا أن حجم الطلب على الكهرباء سوف يزداد بنحو 3%. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان روسيا تخفيض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل، وأيضا إعلان المملكة العربية السعودية تمديد الخفض الطوعي للإنتاج ليشمل شهر أغسطس، مما بدد تأثير المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.17% إلى 75.75 دولار، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.1%
إلى 70 دولار و 86 سنت للبرميل، وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 47% لتصل إلى دولارين و 41 سنت للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.22% لتسجل دولارين و 74 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكونومي أديسينا إن أفريقيا تحتاج إلى 277 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لتحقيق أهداف تمويل المناخ ودفع النمو الأخضر وفقا للمساهمات المحددة وطنيا للقارة. وخلال اجتماع المساهمين العام لمنصة أفريقيا 50 للاستثمار في البنية التحتية في توغو، شدد رئيس البنك على أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الموارد لدعم التنمية المتسارعة لأفريقيا والنمو الأخضر والتكامل الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية. ختام نشرتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لنهى توفيق وريهام الديب لاستكمال ما تبقى من النشرة إليكما. شكرا جزيلا لك ليلى عمر.